السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تاني درس في سلسلة تعليم الفوتوشوب للمبتدئين. أخدنا في الدرس اللي فات إزاي نفتح فايل جديد من نيو فايل، إزاي ندخل صورة موجودة عندنا أو ملف عملناه قبل كده من أوبن، إزاي نسيف الملف، إزاي نحفظه سيف فورويد، وعرفنا يعني إيه فوتوشوب واستخدامات الفوتوشوب ممكن نعمل بيه إيه، وعرفنا يعني إيه قائمة لير، وإزاي نحط طبقة فوق طبقة. النهاردة إن شاء الله هناخد أدوات التحديد. أول حاجة في أدوات التحديد الشكل ريكتانجلر. ريكتانجلر ده نقدر نحدد بيه الشكل مربع، يعني مثلا كده. بعد التحديد او احنا نقدر نضغط كده ونسحب ونحدد الشكل اللي احنا عايزينه كده. نقدر نقصه بأداة الموف تول كده، ننقله في اي حتة احنا عايزينها. نقدر ندخله على ملف تاني هنا، ندخل على الملف فلير منفصل، نقدر نحركه زي ما احنا عايزين وهكذا. كنترول الت زد يعمل تراجع اكتر من مره. كنترول دي يشيل التحديد اللي هو معمول علينا. ده بالنسبه للمربع. الدايره نفس الحكايه زي المربع بالظبط، بس بتختلف ان انت تقدر تحدد بيها شكل دائري. حصل واحنا بنحدد الشكل الدائري بنسحب كده وبنحدد، ما ادتنيش شكل دايره مظبوط. عشان تديني دايره محتفظه بالنسب بتاعتها اضغط على شيفت وقلت. انا عايزه الشكل يكون مناسب للراس. عندي وسيله اعمل ده من سيلكت قائمه، من قائمه سيلكت ترانسفورم سيلكشن. اقدر اعدل على التحديد مش على الشكل نفسه، على التحديد فقط. تكتين بقى عندي التحديد اللي انا عايزاه. اقدر برضو من موف تول احركه في المكان، احطه في المكان اللي انا عايزه. اقدر اعمل كنترول سي وكنترول في، هيجي عندي الشكل اللي انا حددته في لير منفصل اهو. اقدر احركه زي ما انا عايز. تالت حاجه تحديد السنجل رو، ده بيعمل لي تحديد على شكل خط تقريبا بمساحة 1 بكسل. عندي حاجة الكنترول دي عشان اشيل التحديد. تاني حاجة في ادوات التحديد الماجيك ويند تول دي بتتعامل على اساس اللون، يعني هي بتشوف درجة لون واحدة وتشتغل عليها. احنا واقفين في لير فاضي، يعني مثلا لو حددنا هنا هتحدد كل حاجة في اللير بنفس درجة اللون. لو حطينا شيفت هتاخد نفس درجة اللون من المكان الجديد وهكذا. في بقايا للون موجود في أماكن بعيدة، هي الأداة مش شايفاها، ولكن في قائمة سيلكت حاجة اسمها سيميلار، هتجيب لها كل الأماكن اللي بنفس درجة اللون اللي موجودة في الليل. فهي مش دقيقة قوي بالنسبة لدرجات للألوان اللي فيها درجات لون، ولكن احنا لو استخدمناها ألوان صريحة هتكون أنفع. يعني مثلا زي هنا لو اخترناها وحددنا الدرجة دي أخدتها كلها بكل سهولة، يعني هي بتكون أدائها فعال وناجح في الألوان الصلبة. بالنسبة للكويك سيلكشن تول دي بتعمل ايه؟ هي زي الفرشة، يعني نقدر نتعامل معها من الجيم والدال، نصغر من الجيم نشوف كده، بتاخد المنطقة أكنها عارفة انت عايز ايه، بتاخد المنطقة بكل درجاتها وهكذا. فعالة جدا. ممكن نصغر كمان من الجيم. المساحة اللي دخلت دي لو ضغطنا على ألت هتبقى بالسالب، فهتشيلها من التحديد. نقدر نقول له كنترول سي كنترول في، هيجيلنا في لير منفصل. عندنا بعد كده في اللاستول. اللاستول دي أداة تحديد حرة، تقدر تتعامل معاها
وده. في أداة التحديد المضلع، دي بتعمل ايه؟ دي مش بتمشي مع الكيرفات، لا دي بتحدد عن طريق أضلاع حادة، ما هيش فعالة قوي في الكيرفات. في كمان الماجناتيك، ماجناتيك لاسيتور، دي بتعمل زي المغناطيس بالظبط. اول نقطة تحطها، احنا مش واقفين، هي بتمشي لوحدها كأن هي عارفة طريقها. نقدر بشيفت وندخل الجزء اللي طلع ده وهكذا. بعد كده عندنا وسيلة تحديد دقيقة شوية، اللي هي البنتول. البنتول بالتحديد لها درس مخصص لاستخداماتها وشرحها، ولكن هنستخدمها النهاردة كأداة تحديد. لو حطينا نقطة كده، نقطة كده، وبعدين ما نسيبش قبل ما نحرر الماوس، نشد نسحب كده، هنلاحظ ان الخط بقى منحني. نقطة جديدة، نقطة 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 وهكذا. احنا ممكن نقلل الأوباستي هنا عشان نبقى شايفين. بعد كده هنعمل ايه؟ من السهم ده نقف كده ونقول له ميك سيلكشن. نقدر نعمل فيزر دلوقتي. الفيزر ده بيخلينا لو حطينا قيمة كده مثلا، بيخلي الحدود ما هيش حادة، بيخلي فيها تلاشي، وممكن نخليه صفر. نجرب التحديد ده، احنا مش عايزين الليل، احنا عايزين بس التحديد ده. هنقف على الليل ونقول له مثلا كنترول سي كنترول في، اهو بقى كلير جديد. هنلاحظ الاطراف طالعه بفيزر، ما هيش حاده زي الاساس ده، لان احنا حطينا قيمه في الفيزر. بعد كده في بقى وسيله تحديد، هي قديمه شويه ولكن نقولها ربما حد يحتاجها، اللي هي مثلا لو احنا واقفين على الليل وفتحنا الماسك ده واخدنا الفرشة واللون الاسود والماسك مفتوح وجينا نلون، هنلاحظ ده بقى لون احمر. اللون الاحمر ده لو قفلنا الماسك كده هنلاقي فيه العلامات بتاعت التحديد. نفتحه تاني ونكمل. احنا عايزين نحدد الدراع مثلا. فايدته ايه الماسك ده؟ فايدته ان احنا لما بنحدد بيه ما بيبقاش فيه خرفشة في الحدود مثلا.
احنا عايزين نشيل الجزء الزيادة ده، هنعمل ايه؟ هنقوم عاملين تبديل، الأبيض بيشيل التحديد، نرجع نبدل تاني عشان نزود تاني، وهكذا. لو قفلنا بقى الماسك هنا هنلاحظ التحديد، في هنا حتة زيادة هنشيلها، نفتح تاني وناخد نعمل تبديل من هنا او من اكس. نبدل تاني، نفتح الماسك، هنلاحظ ان التحديد جه بس بالعكس، يعني اللي تحدد الاجزاء اللي برا الاي ده. نعمل ايه؟ نقول له من قائمة select نقول له inverse، عمل لي انعكاس، اقدر اشده كده او اعمل له كنترول سي كنترول بي، بقى كلير تاني اهو، والاطراف بتاعته ناعمه، هي عايزه شويه شغل يعني شويه. وهكذا. ان شاء الله الدرس الجاي نتكلم عن بقيه الادوات وبقيه القواعد.